ستارز تعيد فتح موضوع الدموع الحقيقيين، وموفلوكس يثير جدلا بسبب ذهابه عندما نال الحج. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو لقاء جمع اليوتيوبر صفا سرور باليوتيوبر روزا، حيث أعلنت صفا عن تعاون سيجمعها برازان في اليوتيوب، وكذلك وضحت صفا أن زيارتها للأردن ستكون قصيرة. أوكي جايز، كيف منكم حذر؟ أنا؟ روزا كيفكم؟ طبعاً شو اليوم صفا؟ يعني كلام على كلام على كلام. اكتشفت إنه صفا من أكثر الناس يعني عن جد زي بتعرفوا كيف لما بتحكوا مع حدا على الكاميرا زي كأنه حبيبي، وانت بتعقدي 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 نفس طريقة كل إشي، فأنه أنا زي مصفة انت حقيقي عن جد. والخبر التالي لدينا هو المتعلق بموفلوكس، حيث نشر مؤخرا مو ستوريات مع خبيرة تجميل منال الحاج، ومنال هي التي تتكلف عادة بمكياج نارين بيوتي، وأيضا منال هي التي كانت وراء إطلالة شيرين بيوتي في أغنيتها يلا بينا. أعطوني رأيكم بخصوص هذا الموضوع. Alright, here we go guys. It looks like I'm going into surgery right no, now. No, I'm gonna keep your hair clean also, that's it. Alright, let's do this. Do you want me to give you a mirror? Mara. والخبر التالي لدينا هو عن اليوتيوبر نور ستارز التي نشرت مؤخرا فيديو على قناتها تحت عنوان تخانقنا انا وبسان قدام انس، وهذا الفيديو اثر ضجة، وذلك بسبب ذكر نور اسم نارين بيوتي وغيت مروان، ولا نعرف هل هناك بالفعل صلح بينهما ام لا. اعطوني رايكم بخصوص هذا الخبر. كثير فيديوهات تصورت هون، من فيديوي مع ابو الروب لفيديوهات كثيره لفيديو غيث لفيديو حتى فيديو نارين صورته أول واحد هون بالمطبخ، ففي كتير قصص صارت بين المكان هون. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كتير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم، شوفكم بالفيديو الجاي.